الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. جزاكم الله خير. طيب، إلى أروش الجنات. كتاب الديات، باب جديد هو باب أروش الجنات. يعني هناك جراحات لا مقدرة بقدر، افهموا هذه المسألة. أنا دائما قبل كل باب أعطيكم أسس المسائل، صح ولا لا؟ باب أروش الجنات، يعني هناك جنات لها قد مقدرة من قبل الشرع، وهناك جراحات ليس لها تقدير من قبل الشرع، هذه تكون فيها حكومة. إيش الحكومة؟ أنه يحكم بها ذو الاختصاص في هذا الباب تقديرا ومقارنة بالجراحات التي لها قدر معين من الشرع. طب هذا يشبه إيش في الشرع عندنا؟ يعني هذا، شوف كل أبواب العلم مترابطة، يعني يشبه إيش عندنا في الشرع؟ وقعد السؤال هو، قلت الشرع كله مترابط صحيح؟ فقلت نظيره في الشرع إيش؟ لما أقول بأنه الحكومة هي ينظر في المقدر فيقال به. نعم، كفارات هي مثل الصيد، تقديره في الصيد، تقدير الصيد كالضبع جعل فيه كبشا، الحمام جعل فيه أيضا كالعنز أو الكبش، المسألة فيها تقدير معين في هذا الباب. نعم، الجنايات على مدون النفس شيئان، جراحات وأعضاء، فأما الجراحات فضربان، شجاج في الرأس والوجه، وجراحات فيما سواهما. الشجاج في الرأس يعني هناك من يؤذي، يعني ليس بخيركم من يضرب النساء، تعلمون هناك من يؤذي امرأة وممكن يجرحها، فيكون عليه الضمان في هذا الباب. يعني من جرح يد امرأة، ما أدري كيف يتجاسر على من يفعل ذلك. هذا عليه ضمان في هذا الباب، أو من ضرب رأسا أو كسر أنفا، كل ذلك هذه عشمة، تعتبر مهشمة، كل ذلك له تقدير في الشرع، ضمان. يعني هو أصالة ليس الأمر على سوء التدني أو سوء الخلق وسوء العشرة، بل عليه ضمان أصلا في هذا الباب. لذلك قال جراحات وأعضاء، والجراحات فضربان، شجاج في الرأس، الشجاج اللي في الرأس وفي الوجه اللي هي الموضحة، الشجاج الذي في الشجة فتحة تكون في الرأس وفي الوجه، هذه الموضحة، وهي عشرة، الخارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمقلة والمأمومة والدامغة، وهذا كله قد بيناه تسمية، ولا تجد فيها أرش مقدر من هذه الشجاج الموضحة الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة. وأما الموضحة فيجب فيها خمس من الإبل، صغيرة كانت أو كبيرة، وبه قال أكثر الفقهاء. قال مالك رحمه الله تعالى، إن كانت في الأنف أو اللحى أو الأسفل وجبت فيها حكومة، وإن كان ابن المسيب رحمه الله تعالى يجب فيها في الموضحة عشر من الإبل. الموضحة صراحة فيها خمس من الإبل، الموضحة ليس فيها زيادة على خمس من الإبل. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الموضحة خمس من الإبل، في الموضحة خمس من الإبل، وهذا تصريح تنصيص عن ربنا الكريم سبحانه وجل في علاه، في الموضحة خمس من الإبل. وروى عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس من الإبل، في المواضح خمس من الإبل. وروى عمرو بن حزم رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وفي الموضحة خمس من الإبل. ولناه قول أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، وهؤلاء الثلاثة لا مخالف لهم من الصحابة، هم أعلم الناس، لأن أبا بكر وعمر قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بلدين بعد أبي بكر وعمر، إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فإذا الموضحة التي توضح، يعني يكون فيها شجة فتحة في الرأس، ففيها خمس من الإبل. مسألة، فإن أوضحه موضحة، يعني ضربه بالسكين فأوضحه. أقول أنا الآن، يعني لما بيحدث بين الناس من المشاجرات
أو بأن الرجل وزوجي أنه ممكن يصل به بالدرجة إلى ذلك. أنا يحترق القلب حقا أن يسمع بمثل هذا، أن يكون بين الرجل وامرأتي، أن يصل الأمر إلى ذلك. هذه مسألة فيها 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 ما فيها من العجب، أنه ممكن من جعل الله سكنا فينقلب ذلك وحشا. هذا أمر صعب جدا جدا. حاضر إن شاء الله سأشرب الماء. أنا أعتذر لكم، قلت لكم أنا عندي الجيوب الأنفية التهاب أعلى مما أتصور، ولذلك اليوم عندي بيكون شاق جدا في هذا الباب الذي يضرب. وعامة صراحة هذا تعدي الذي يضرب زوجته متعدي، يعني ليس ممن يطبق قول الله للفعلاء وعاشرهن بالمعروف. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: ليس بخيركم من يضرب النساء. مسألة فإن أوضحه موضحة أو موضحتين ثلاثة أو أربعة وجبت لكل موضحة خمس من الإبل لعموم الخبر، فإن كثرت المواضح حتى زاد أرشها على دية النفس ففيه وجهان لأصحابنا الخرسانيين: أحدهما لا يجب أكثر من دية النفس، لأن ذلك ليس بأكثر حرمة من نفسه. صراحة هذا الكلام فيه ضعف، لأننا ندور مع الحديث حيث دار، حيث جعل الموضحة فيها خمس من الإبل. إذن هذا الذي ندور مع السنة حيث دارت. الثاني: يجب لكل موضحة من الإبل خمس، وهذا الذي جاء عن النبي، وحديث النبي أولى وأحسن للعمل به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي الموضحة خمس من الإبل. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. وفي الموضحة خمس من الإبل، ولم يفرق، لأنه يجب في كل واحدة أرش مقدر، فواجب وإن زاد ذلك على دية النفس، كما لو قطع يديه ورجليه، كما لو قطع يديه ورجليه. فإذا نقول نحن نضر مع السنة، السنة أن جعل الله جل في علاء على لسان نبينا في الموضحة خمس من الإبل، كثرت الموضحات فكل موضحة فيها خمس ولو زادت على الدين. لأن هذا أنت تعرف، لو النظر يعد ذلك، النظر يعد ذلك، هل ممكن أحد منكم يبين لي الوجهة النظرية بأنه لو كثرت الموضحات حتى لو زادت عن دية النفس بأنه يعطى بذلك؟ والنظر يعدد ذلك. أين وجهة النظر هنا في أنه يفوق ويتجاوز دية النفس؟ أريد سرعة في الإجابة. رب يرضى عنكم جميعا ويحفظكم ويشكر لكم. الجرح الذي يفتح فيظهر العظم من الداخل، قلت من ناحية النظر يا هبة قد تتعدل. نعم، هي تعددت الآن الجراحات وصارت موضحات، وكل موضحة مقدرة بخمس من الإبل، فزادت عن المئة. فهنا طبعا قولان وجعنا عندنا، قول أول يعني لا يأخذ إلا المئة، قول ثاني لو تعدت الدية يأخذها، هذا الراجح. لما ما وجهة النظر التي تعدد أنه يأخذ أكثر من دية النفس؟ أليس الأمر كذلك؟ طيب أنا أقول من وجهة النظر لو تعددت الجراحات أسكنته، قد يعيش مشلولا، قد يعيش عاجزا عجزا تاما، فيكون هنا قد قتله أكثر من مرة، لا مرة واحدة، يكون بهذا قد قتله أكثر من مرة واحدة. الزوج الذي يسيء مع زوجته ويتعدى وتجاوز ضربا وإهانة وكسرا، هذا يقتل معنويات المرأة. فإن قتلها كيف تعيش؟ يعني إن قتل معنويات المرأة كيف تعيش المرأة بغير معنويات؟ يكون قتلها قتلا وأجهز عليها إجهازا أعظم من إجهاز السكين في القلب. وإن أوضحه موضحتين بينهما حائل، يعني موضحة الأولى في اليمين وبينهما يعني جزء سليم، وبعد كده موضحة بجانبه، موضحتان بينهما فراغ، بينهما حائل حاجز، ثم خرق الجاني الحاجز بينهما، يعني فتح الموضحتين بعضهما على بعض، فصار الجرح غائرا، وصار الجرح غائرا. لم يجب عليه أكثر من أرش موضحة واحدة، لأنه لما أزال موضحة وموضحة أزال الحاجز بينهما، صارت موضحة واحدة لكنها كبيرة. فإن أخذ بذلك فقد أخذ أن يعني فعل الإنسان يبنى بعضه على بعض، كما لو قطع يديه ورجليه ثم مات. فهنا الآن ما دام قد فتح الحاجز بين الموضحتين صارت موضحة غائرة كبيرة وتقدر بقدرها، والموضحات عليه خمس من الإبل.
وكذا انتهاك لما بينهما بالجناية صار كما لو خرق ما بينهما، لأن استراءة فعله كفعله، فصار كما لو قطع يديه ورجليه وسار ذلك إلى نفسه. وإن خرق أجنبي ما بينهما وجب عليه أرش موضحة إن بلغ العظم، وواجب على الأول أرش موضحتين، لأن فعل الإنسان لا يبنى على فعل غيره. وإن خرق المجني عليه ما بينهما صار ما فعله هدرا، ولم يسقط بذلك عن الجاني شيء. فرع: وإن أوضح رجلان في رأس رجل موضحتين واشترك فيهما موضحة أولى موضحة ثانية، ثم جاء أحدهما وخرق ما بينهما وجب على الخارق نصف أرش موضحة، وعلى الذي لم يخرق أرش موضحة، لأنهما لما أوضحا أولا وجب على كل واحد منهما أرش موضحته. فإذا خرق أحدهما الحاجز بينهما صار في حقه كأنهما أوضحا موضحة واحدة، فكان عليه نصف أرشها، يعني تقدر بقدرها في الموضحات، ولم يسقط بذلك مما وجب على الآخر شيء. فرع: وإن شج رجل شج فتح رأسه فتح وجهه، وإن شج نعم صعب جدا كسر المعنويات، وإن شج رجل شد آخر شدة بعضها موضح وبعضها باضعة وبعضها متلاحمة، لم يجب عليه أكثر من أرش موضحة، لأنه لو أوضحها جميعها لم يجب عليه أكثر من أرش موضحة، فلأن لا يلزمه، والإيضاح في بعضها أولى. وإن أوضحه موضحتين وخرق اللحم الذي بينهما لم يخرق ولم يخرق الجلد الظاهر فيها وجهان، يلزمه أرش موضحتين اعتبارا بالظاهر، الثاني لا يلزمه إلا أرش موضحة اعتبارا بالباطن، والأول أصح. وإن أوضحه موضحتين وخرق الجلد الذي بينهما لم يخرق اللحم لم يلزمه إلا أرش موضحة وجها واحدا، لأن الظهر فقط وظهر بذلك، يعني ظهر موضحة واحدة، فلا يؤخذ إلا بهذه الموضحة الواحدة، لأنه خرق الظاهر والباطن بينهما لم يلزمه إلا أرش موضحة، فلأن لا يلزمه إلا أرش موضحة لم يخرق إلا الظاهر أولى. نقف عند هذه في أروش الجنايات، ولو في أسئلة تفضلوا، وبعد الصلاة إن شاء الله نجيب عليها. إن كان ضرب الزوج عن شرب خمر أو مرض هل عليه إثم؟ عن شرب خمر عليه الإثم مركبا، يكون الإثم مركبا. أما كان عن مرض، إيش المرض؟ لو كان عن صرع وإرادته ليست معه فإنه لا يأسم بذلك، لكن إن كان عن مرض فإنه لم يستشفي بهذا الضرب فيأثم أيضا بذلك.